يا عجب، يا عجب ان شاء الله باللطف على اخوي يا عجب، والله هذاك حق عليك يا عجب. الله غالب اخوي، والله من جاتك هالضربه هذه ما نشر من عيب، وراس اخوي الغالي الا عيب. هانا شوف تو العجم تعيب يا رسول الله، العجم يصير فيه هكا والله بقدنيك هاي. يا لقاء ما تربينا الحق على ابن واحد يكذب على ربي حرام، تربينا مع بعضنا وخيين ما صارش بيننا حتى شيء. مو تريتها بعيني يا لقار يا اخوي. حتى انت يا عجبي بالله ايش لذك؟ اغدرني اخوي، اغدرني الهندي يا نقار. اغدرني الهندي يا نقار اغدرني. يا عجبي اخوي حتى انت سامحني نقول الحق حتى على راسي. اغدرني يا الغالب. الله غالب ما غدرتكش الكورونا والهم الازرق، غدرك الهندي. الغالب ها اغدرني الهندي يا نقار. والله شيء غريب شيء يحبس المخ. اغدرني. يا رسول الله حتى انت يا عجبي نقول الحق حتى على روحي رانيني. اغدرني اخوي ها اغدرني يا نقار اخوي. خير غدرك يا عجبك الحديث. اغدرني. هي تضرب 10 سطولة واخذ يا عجمي تو تحت مخك شعار 10 سطولة نقار تو اللي ساعات خرجوا فيها ضربت 10 سطولة ليه؟ خليني قلت يا عجمي تني ما سمعت اللي يلعب بيا مشيت للقهوة غاديكا قالوا لي العجمي هاو سك 10 سطولة هندي وجات الصامي زوز سطولة زوز وين الصامي جات لي هزاتك الصامي وكذا الصامي زاد هزتني ماشي ما زاش حاجة أخرى باش طلع لا مريض بالكورونا زدتني سامي تم قوم يعرف عليك تو برشا ناس باش يبانها في القهوه اللي انت مريض بالكورونا مريض بالكورونا اي قلت لهم لا لا الحكايه اللي هو قلي 10 سطولة هندي يا ادي زوز سطولة يا نقار ما تاخذش كلام حد يا اخي زوز سطولة انت شوي زاد زوز سطولة هندي هلا غالب زوز سطولة تخاطرنا تخاطرنا يا نقار تخاطرنا عليك عم اشراف يا نقار يا ريتني ما عملتها تخاطرت معاك وين وين كليت؟ ما فن البلاصه في الدار ولا البر ولا وين؟ يا ودي في البار في البار هم يقشروني نبعث ليه يا عظم عربي يا عجب اخوي حطيت معاك هذاك مخك شعطار سخنت عليك كعب شراب كعب شراب يا نقار اخوي في البار ايه لا علي دفع الله ما كان اعظم غلطه ما عادش تعودها ايه وين عملتها العمليه؟ في السبيطار ولا في الخواص؟ عمليه زاده فيس على الدار عمليه ما نماش منها العمليه يا نقار ما نماش عجب ولا لا ثم منها العملية ما تاكا ولا اشاعات يخرجوا فيها ما لا هذاك ما انت بالترمب على الاقل جاتك في الترمب احمد ربي ما جاتكش عملية يا قال ترمب يا نقار انا ترمب ترمب تشنهي مال تسرحت انت تو تسرحت يا عجمي يا دي تسرحت الحمد لله ما غير ترمب يا نقار تسرحت عجب يا عجمي قوة كان ما تسرحش قوة لما عادي لو خير يا ودي ايش فيك تكبش انا قار الحمد لله تو تسرحت الحمد لله يا عجبي والله اني خايف عليك وراس خوي الغل ما بتعرفني هنا اللي ثم ثم يا الغطره اللي صارت علي لا صارت على حبي صارت لك انت والله العظيم يا عجبي اخوي يا عجبي اخوي يا اخوي نهبط على كسكي بالعصبان هاي شقال ونزيد وراه هي تعرف اربع حيار هندي ونزيد بعتلي حليب نتاع راي خوي بوتبوشير يا عجمي اخوي وكان فاست بتاع علي والله ما فكت علي كان ترامب اخوي والله والباقي نمشي فيها صرحوا لك اي حتى انت ضربتها كسكسي ورايب واحد والله غالب اخوي والله غالب وانت تضرب 10 سطوله هندي زوز سطوله يا نقار زوز سطوله اي زوز سطوله تضرب هندي ما غير كسكسي ماكليش كسكسي مقحوت انت على الهندي على غرب اخوي انا نحب الهندي اخوي ما نشدش روحي قدام الهندي عجب والله اخي شو قاعد لنا احنا بخلاف الهندي هالغله كلها مغشوشه يا نقار الماكله كلها مساطت البذور كلها مضروبه يا نقار والله كما قلت ايش خلى ايش قعد ايش قعد فيها والله ما حد شيء وين الغله نتاعي انا وين الغله وانا كدي اللي اعلم كركب وانا تقول لي كيف اخذوا عليها البذور اخذوا عليها يا نقار باش يرضى علينا الغرب وترضى علينا امريكا ولينا نستوردوا في البذور يا نقار القمح نتاعنا مطيش وشعيرنا مطيش واحنا نستوردوا في البذور يا نقار الله يسترنا الله يسترنا زيد يقصوا علينا الهندي والله ما يصير فينا ما نكذبش عليك يا عجم راه عامل كماشه تحتي ونحي وحدي ونقش النقره وما نفوتش راه اربع حيار ما نفوتهمش احسن غله ما تاكل انا اقول لك الهندي هذيك ما زالت على طبيعتها الغله كلها الاخرى كلها مصابت يغشوا فيها بالدويات تو داروا على الزيتون يا نقار زيتون زاده الزيتون داروا عليه مشاتل يبدلوا في المشاتل باش نقعدوا في تبعيه اعمارنا كامله للغرب والامريكا عصابات باعت البلاد يا نقار ميزي راك معصوم ميزي ايش عملت تسرحت عصابات باعها البلاد يا نقار ايش عملت في العصابات الله خل خم فش وغيرنا في الهندي يا نقار هي تسرحت انت مرتاح تو بقول لك تسرحت عاد انا حتى شو كبشت تسرحت عم نكلم الجماعه متحيرين والله شكون الجماعه سادة ريق يرتبوا هو اللي صابوا يا اخوي وخي اصحاب شعب يسالوا عليك ويعاود يسالوا عليك كلم حد شنو لحظه يا نقار شنو يا يسكت يا اجمل يسكت طاب الجريده يا نقار المنفي وينك اخوي السلام
يا هاني بحذا العجمي بحذا العجمي يا زي من في عاد من اللي شاعات شكون قالك الكورونا لا لا والله لا ثاني هاني بحذا هاي هاني بحذا واكل 15 سطر الهندي هادي تعصم 15 اه تعصم لا تسرح 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 يا تسكت علينا تسرح كلم الجماعه قول لهم الجماعه غاديك تسرح اي بلاي ابعث علي القهوه الايطاليه نتاع المكتوب قول للجماعه غاديك كان عندي شكون غاديك فاضي يمشي بحذا المرشي غاديك الجماعه متقلقوا واخذ بخاطرها قول لهم راه تسرح يا تسكت علينا شو تشرح في الشرايد تسرح شوي اصبر اي اي مبروك اي اي مالا لا ان شاء الله ان شاء الله يخرط يخرط ونخلص مبروك الناس كليك خير خير انا مياهني من العجمي هاي عاش اخو ان شاء الله كما نشوف عندك ان شاء الله شنو مبروك وتسرح واحد اخي تو ما قلت ما تعمل تنشر فيها شنو اصحابك نهار مشوك تشبيك وبرا اصحابي استغفر الله شنو تسرح تسهل عليك زحمة ربي شكون يلود عليك ويسهل عليك برزاها للجزيرة اقول لها او تسرح العجمي تسرح يعجبكش الحكاية جبتها يا ودي انت خاطر حاجك انت اخرج خذ لهم كعبتين قلت مبروك لا مش خالص مبروك زادة مش بيعيب يتعصب بالهندي خالص مبروك والله شيء غريب انت احمد ربي راك تخنقت راك وصلت الموت يا عجمي كنت تتعدى فيها الحمد لله والله والله شيء غريب اغدرني الهندي الحق يا جمل هي انت لابس تو عجمي هيك انا لابس مثلا والله ايش نقول لك انا قار منزلت مانيش لابس قلت لي يا عجمي قلت لي انا اعطيتك الوصفه كيفير تعالاش هاك تشيح لي فيري نزلتك اخي متقلق شبيه اسمعني انا هذيك هذيك تخمم من داخل تو هذيك نهيري كذا ترجع عادي ما سمعت اشكالي المشكله تسرحت برشا باقي المصهر وكل واحد معاش النجم نسيب التواليت وتسرحت ياسر والله حتى انا سالت لي بالضبط الله لا وراها الحبيب سبالها سبالها تعرف يا عجمي تاخذ كلام هنا عليك بالهندي هندي ننصحك بالهندي وتذكر خلاني الهندي انا يا ولدي انت تنزل على الهندي مش تكمل شوي وكان عندك شوي خروب زاد ترحى تو تشوف باش تكبس كاشك تتلم شوي معدتك هل هل نشوف اخي خربيك ليه؟ زعما والله العظيم تقدر تسرحت ياسر يا ولدي هاك عملت هندي هاك انا عارف منين تسرحت ياسر ها خذ كعيبات تاع كعيبات واكل انت هندي كليت راني انا كليت اربع حيار بكريك قالوا شوي ما يعملوك شيء باش ترجع كاشك تتعصب شوي لا 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 لازم اقول اصحاب قول غاديك زعما خويا راني ما نشدش روحي مع الهندي يا لطاف قول قال ما تقدش روحك يا عجبي خويا قول خويا راني ما نقدش ما نشدش روحي يا لطاف قول قول هدي باش تشد روحك وباش هدي قول قول هد صح هاو بيرت هاي بيرت قول تاس روح قول بالشوي هاي كعبة هذي يبتها شوي هاني يبتها بيرت برشا يا لطاف هدي قول بيرت ما باش تشد بعدك يا عجبي يا رسول الله واخرج للقهوة وخلنا نعمل طريحة رمية زعما ترجع ترجع قول قول تو غدا نجيب لك شوي خروب وتذكرني في سالتني هكا بالضبط كل مغادي هذيك بها كل هذيك مغادي بها هذيك هاي انا هاي هند كول زعما طازع كافي تدخلوا جاي معايا هنا كل مغادي كذاك باهي هنا كول هذاك باهي كول كول هز صحتك قبل معتك مش يغلبك تعصمت ترى من الناس عندها الكورونا هاني تدير لاباس عليه زعما كول يا عجمي على يعجبك هذا حديث هنا كول انت ما كليت حياره كليت اربعه ولا قداش تبكي كليت سبع حيار سبعه ما يعملوش مش في تربه يا عجمي سبعه سبعه برا نساش كمل الحاله هذيك كمل كمل عندك سبعه واكل هنا تقريبا ست حيار عندك 13 حاره وحارتين برا 20 حاله ما يعمل شيء ما يخوف ما يجوش حتى استر كو صح صح عليك كو يا عجمي كو كو كمل الطرف هذيك كمل كمل معش النجم نقطه يكمل الطرف هذيك عبت عليها يا عجمي تكمل كول معش النجم نقطه شبيك يا عجمي ها هات مروح عليك شبيك كول هكاك تجيك الخسره ما شبيك راهي كانت معتك مسيبه ماشي النجم انا شبيك كاش بنفخة يا عجمي شبيك نفس تقطع يا لقا شبيك يا عجمي شبيك تقول تكلم يا عجمي عجمي يا عجمي بعد حتى كثار يا عجمي شبيك شبيك ها شبيك نفس مثلا ايش نفس يا عجمي يا عجمي ما تخاف ما تخاف نجيب الترمبه يا عجمي نجيب الترمبه نجيب الترمبه يا عجمي ما تخاف نجيب الترمبه ما تخاف نجيب الترمبه يا عجمي وش نجيب لك الترمبه نجيب لك الترمبه نجيب الحديد عاد ما الراجل مش كورونا تسد تعصم اي تعصم اي تسرح 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 اي معش النجم انا شبيك معاش النجم ولا قا مش يخلع الضابط